البارح كنا مع السياسة، اليوم حبينا نطلع على الفن، لكن مع ناس الفن اللي راهم حاضرين معنا. نرحبوا بأول ضيفة معنا، زينب عراس، أهلا وسهلا بكم. مرحبا. اهلا بكم، مرحبا بكم انتما ثاني، شكرا على الضيافه. الله يخليك. حنا مرحبا بك زينب، ان شاء الله ما تكونش اخر مره، وراي حاضره معنا ايضا عرابه غابسيت سميره حاج جيلاني، مرحبا بك في برنامجنا الجديد وشكرا على قبول الدعوه. شكرا مليك، شكرا امينه على استضافتنا، ومساء الخير لكل متتبعين حصة ناس دي زد. يعطيك الصحة، شكرا على قبول الدعوة. نبدأ معك، بلك شفنا قبل قليل صور من إطلاق المشروع رسميا، اليوم مرت أسابيع وأشهر، بلك كيفاش تقدر تقيمي هذه الفترة واش قدمت رابسيت لقطاع السينما والتلفزيون في الجزائر؟ شكرا مالك على هذا السؤال. كما تتبعنا في التلفزيون، الشبكة الجزائرية لمهنيات السينما والتلفزيون جات في إطار، يعني نشأتها جات في إطار معين، نشأت وجل يعني السينمائيات والتقنيات والممثلات يعني مبعثر، يعني ما كانش مكان يلتقوا فيه، ما كانش إطار يلتقوا فيه يعبرنا يعني على للأسف. على على ما كانش يعني في فراغ، هل يعني إلى يومنا هذا ما كانش كلوب تاع الفنان، ما كانش يعني مشكل مطروح. احنا فكرنا، قمنا بانشاء يعني مع مجموعه من الاخوات بانشاء الشبكه الجزائريه لمهنيات السينما والتلفزيون، اللي كما رايتم يعني وكنتم حاضرين معنا في الجمعيه التاسيسيه، تقريب يعني من 16 ولايه الاخوات لباوا الدعوه وجاوا، مشروع كبير. الناس الاخوات امنا بالمشروع هذا، من بين يعني اهداف الشبكه أول شيء هو خلق إطار أين يلتقي فيه الفنان بصفة عامة. صحيح أنها الشبكة الجزائرية يعني خاصة بنساء، لكن مفتوحة لكل الفنانين، وكما شاهدتم كل النشاطات تاعنا فيه يعني شراكة بين الممثلين والممثلات، كذلك تكون كقناة اتصال بين الفن وبين الفنانين والفنانات ويعني لزوتوريتي بيبليك، حتى يعني نعبر لهم يعني على المشاكل التي يعاني منها الفن بصفة عامة ويعانينا منها الفنانات بصفة خاصة. كذلك خلقنا هذا، نشأنا هذه الشبكة حتى نمشي يعني في يعني أولا نرجع حب السينما للمجتمع الجزائري. معروف سيدي سينيفيل، لما نشوف الأفلام يعني القديمة، تشوف يعني للشان باش الناس تدخل وتشوف سينما. اليوم الجزائر المستقلة خرجت بأكثر من 425 قاعة، اليوم فيه يعني فراغ، وهذا الفراغ نظن عبر عنه وزير الثقافة مؤخرا أنهم راح يمشيوا ويعني ينشئون قاعات ويصلحون القاعات اللي موجودة. كذلك من بين يعني الأهداف تاع الشبكة التكوين، لأنه أول إشكالية تطرح في ميدان السينما والدراما والتلفزيون هي مسألة التكوين. الجزائر المستقلة من 62، كيف يعني نطرحوا الأسئلة؟ في السبعينيات كانت الجزائر تقوم يعني بأكبر الأفلام اللي تحصلت على أكبر الجوائز العالمية، واليوم صح. أصبحت الجزائر لما تريد أن تنتج فيلم أو تنتج دراما تعتمد على تقنيين من دول أخرى. لذلك رأينا ارتأينا يعني أنه لابد إذا أردنا فعلا أن ننتلق بالسينما وننتلق بالدراما، أول شيء نركز عليه هي مسألة التكوين. نعودوا فقط نقطعك في نقطة، تفضلي يا أمينة. نروح، لأنك قلتي أنه إحنا راكم شفتي اللي عم يهتموا مخرجين، لكن أنت من بين الناس اللي كانوا مؤيدين أنك تتعاملي مع مخرجين أجانب، منهم تونسي، وما رحتي للإيراني اللي قلتي أنه باش يضيف على أفلامك بصمة أخرى، يعني حتى يعني من أهل المكان هما لهم يفضلوا الأجانب على التقنيين المحليين. نظن أمينة ما فهمتيش يعني التحليل اللي طرحته، قلت لنقص التكوين هذا اللي خلاني، هذا اللي خلاني أذهب وأتعامل مع التقنيين أجن. لو كان موجودين هالتقنيين في بلادي، لو كان كاتب النص موجود في بلادي، علاش أنا نذهب ونروح الإيرانيين ولا نروح السوريين؟ قلت فيه إشكالية التكوين مطروحة. لماذا يعني في السبعينيات كانوا موجودين يعني المخرجين، وكانوا موجودين كتاب السيناريو، كانوا موجودين يعني مسؤولين عن الصوره، مسؤولين عن الهندسه. اليوم انا اعطيك يعني رقم فيما يخص مثلا دي او بي
ليس لديها الجزائر أكثر من 4 مهنيين. هل يعقل الجزائر يعني بكبرها، الجزائر بحجمها، الجزائر بتاريخها؟ نقدروا نمدوا فرص لأنه نشفنوا بلي هذا الأجانب عندنا جزائريين محليين تعلموا عندهم، لكن يقول لك أنهم ما عندهمش فرص، ولا أنتم ما زال باش ديروا ثقة في الجزائريين. هذا نقطة. النقطة الثانية تقولي ما يوجدش مدارس وما نقدرش، أنا ما عنديش مخرجين وما عنديش كتاب سيناريو، لذلك نعتمد على الأجانب. تقدروا أنتم بما أنكم الآن حاليا يعني مؤخرا قمتوا بإعداد هذه الشبكة، كنتوا قادرين أنكم بين الأشياء اللي حتقوموا بها أنكم تجيبوا أجانب باش يدرسوهم، يكون عندك المخرج على الأقل الميزانية تكون أقل من أنك تجيبي مخرج من الخارج. يعني من مهام غابسيت أنها تكون المحترفين ولا المهنيين في هذا القطاع. نظن أن هذه الإشكالية طرحناها إحنا من بين يعني الإشكاليات الأولى. نعطيك مثال، أنا شخصيا عندي مدرسة تكوين، أول مدرسة خاصة لتكوين في سينما والتلفزيون، يعني بكل يعني لي شابيتر دو فورماسيون، دايرين اعلانات. يا اخي لازم نقولوا الصراحه، هذا الشباب ماهوش حاب يتكون، هذا الشباب ماهوش حاب يطور نفسه، لازم نقولوا هذه الكلمه. كاين ناس اللي هما قلائق في القلائل. اليوم انا نعطيك مثال، انا عندي انتاج، روحي الفيسبوك وروحي للصفحه الرسميه تلقاي الاعلانات، الناس اللي يجيو نتلقاهم يوميا نتلقاهم. صحيح انا بشتغل مع الايرانيين، لكن ممكن انا حتى ننشروا العقد هذايا، فيه بند عريض بلوغرا يقول تجيو تعملوا تقنيات لكن تكونوا، وفي البند هذا البند محطوط نكون 60 شاب جزائري. روحي اقراي في الصفحه تاعي حاطه الاعلان، ما كانش اللي يجاوبك، ما يجاوبوش، يعني لكن ما يحبوش يجوا يتعلموا. لكن لما تديري انونس جي بوزوان دان ديريكتور كدا، يجيوك شباب يقول لك شوفي حنا ولينا في السينما والتلفزيون، ولات السينما تاع لي شيف وتلفزيون دراما تاع الشيف. يجي يقول لك شيف ديكور، انا كمهني اطرح عليه سؤال، اوكي شيف ديكور اعطيني لا فيلموغرافي، اعطيني لا تيستاسيون بلي تكونت ولا شيء. صح، شيف ديكور باسكو دار ان سيت كوم ولا دي سيت كوم. انا كمهنيه ارفض ان اشتغل مع سميرة. انت هضرت على نقطه مهمه اللي هي التكوين. صح، اليوم التكوين بالك يوقف كواحد من العراقيل اللي تعرق للسينما والدراما ايضا في الجزائر، بصح كاين مشاكل واحد اخرين. زين برا غير سكتة، واش رايك شنو هما المشاكل بالاضافه للتكوين اللي حكت عليه سميرة حجيلاني، شنو هما المشاكل اللي اليوم خلات السينما في الجزائر والدراما في الجزائر تدور في حلقه مفرغه؟ هذا هو المشكل، ان احنا دروك الخدمه عندنا نقصت بزاف. وعلى واش نقصت بزاف؟ هاي كما قالت لك، هي ما عندناش سيناريست، لازمنا نكونوا اللي يكتبوا سيناريو، لازمنا نكونوا للمخرج، لازمنا نكونوا. وكنا بكري صح عندنا المخرجين يخرجوهم برا يقراو، كانوا يكونوهم. انا كنت نخدم في الاذاعه ممثله للاذاعه، نشوف المخرجين تاعنا تاع الاذاعه يروحوا يتكونوا في الخارج، نكونوهم. هذه ماهيش غريبه يعني. ومن بعد ولات كشغل هبطت الحاله بزاف، ولاو ما يكونوش. لكن انا نشوفه بلاك تقولي نقصت ما ولاوش يكونوا، لكن انا نشوفه افلام خصوصا مؤخرا في 2016 2017 وان شاء الله في 2018 كاين افلام اللي حققت نجاح، مخرجين نصهم جزائري والاخر اجنبي، لكن يعتمدوا على الفنانين هادو جدد. هل السبب لانه الفنانين القدم يعني احنا نقول اللي عندهم مده ما مشي يلبوا رغباتهم، ولا لانكم كما يقولوا انكم تطلبوا لانكم تخدموا مره في العام تطلبوا مبالغ باهظه، دونك يشوفوا بلي هاد الشباب يساعدهم اكثر؟ لا 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 لا، ما كانش خلاص من هاد الحوايج هادو، خلاص ما كانش منها وحده اللي تطلب مبلغ باهظ، وما كانش منها اللي تقولك نخدم عمل في السنه. احنا فنانين كي يطلبونا نخدموا، رانا هنا. ما شفناكش هذه مده، هذه ترجع للمخرجين والمنتجين. ما يطولهاش. ممكن هو يحب مثلا فنانة الفلانية يفضلها عليا، انا كاين مخرج قالها لي في وجهي. صح، وكاين على كل حال نفس الوجه تكرر، قالها لي في وجهي، قال لي نفضل فلان، لا ما نسميه، نفضل فلانه وفلانه وانني معاها خدامه، انا عندي افضل هذه وهذه. علاش يعني على اي اساس؟ ما ربما نعاود نرجع لك، ما فهمتش. منتجه ولانك انت مبين لي عندك سنين وانت في هذا المجال، الاوائل اللي دخلوا في هذا المجال، على اي اساس يتم هذا الاختيار كي يقول الممثله انك انت متميزه والممثله الاخرى لا لا؟ يعني كيفاش يتم اختياركم في الافلام؟ سميرة كانت كاينه قاعده البارح ممثله شابه هنا معنا، قالت لنا ما كاش مرحله الكاستينج سواء في السينما ولا في التلفزيون في الجزائر.
انا شوف نجاوبك نعرضكم رسميا وعلى التلفزه نقولها باش تجوا تحضروا معايا الكاستينغ. راني في الكاستينغ. انا من الناس يعني افيك توت موديستي يعني شوفي يعني الواحد ينضر لما يتكلم على نفسه، ما نحبش نتكلم على نفسي. احنا لي زانونس تاع الكاستينغ مفتوحين. زينب حضرت، زينب كنت متواجده، حضرت. شوفي البارح استقبلنا ناس من بوسعاده ومن مسيله، جاونا ناس من مرقلة، من كل أنحاء من الوطن، من العلم، من كل أنحاء. كاستينج مفتوح. اليوم كنت في قاعة بن خلدون، جاوني ثلاثة شباب. أنا اليوم نكمل الكاستينج. قالوا لي مدام ما درناش الكاستينج. عيطت للشارجي دو كاستينج، قلت لها ديري لهم يفوتوا نهار السبت. أنا من الناس الكاستينج مفتوح للجميع، لكن باش أنا باسكو باش نقول باللي أنا ضد الشعبوية. أنا مرأة مهنية ودائما نقول لهم أنا لا أتدخل في الكاستينج. المخرج الذي يقول فلان وعلان ما نقدرش، نقدر نعاون. يكلموني راهم يبعثوا لي ماسنجر يقولوا لي مدام ما عندناش فرصه باش نحضروا، واحد يقول لي راني في تورناج في تونس، نقول لهم انا نضمن لكم ان المخرج سيلتقي بكم. لكن دوك تقولي حتى كاين يكون فنان عنده خبره يعاود يدير كاستينغ للدور. بيان سور يدير كاستينغ. يا اختي امينه نعطيك مثال، اكبر الفنانين الامريكيين المخرج اللي راه يتورني معايا est en train de tourner un film coproduction بين ايران وبين الهند، جايب داير الكاستينغ لاكبر فنانين امريكيين. الكاستينغ ماهوش عيب، انا نظن هو الحلقه الاهم في الانتاج. بيسيغ سي امبورطون. علاش ما يحبوش كثير من الفنانين؟ ما يحبوش يقول لك انا عندي اسمي ما نديرش كاستينغ. من المفروض انه الكاستينغ هو لاجل الادوار، يعني باش هذا عنده مركب نقص. انا تسمحي لي، هذا عنده مركب نقص. تسمحي لي، انا اتصلت في هذا الانتاج هذا، اتصلت ببعض الفنانات نتاعنا وقبلي فاتوني قالوا لي نفس الكلام. علاه الكاستينغ؟ علاش تقول لك انا معروفه يروح يشوف افلامي وما يقرر؟ واش جاوبتها؟ قلت لها المخرج ماهوش جزائري، ما يعرفكش، لازم تجي ديري الكاستينغ. وحتى لو كان جزائري، حتى انا كل افلام تاعي وكل مسلسلاتي تفوت في الكاستينغ. باسكو في لو كاستينغ انت صلحتي في دي سيتوياسيون باغي، ربما في سيتوياسيون اخرى ما تقدرش ديريها، ربما الدور هذا ما تقدرش تدي. والانسان اللي متاكد من نفسه، انا جايه من مصر، جايه من مصر، هدرت مع حميده، هدرت مع اكبر الفنانين، الى يومنا هذا يجيبوا الكاستينغ ويفوتوا في الكاستينغ وما عنده ولا عقده. حنا شوفي لازم نقولوا كلمه نخرجوا على ديك الشعبويه. انا ربما ما يحبونيش بزاف باسكو نقول كلام هك، لكن انا نقول كلام لابني، ما نقولش الكلام اللي نكسر. نقول كاين اشياء واقعيه، نقول لهم يا جماعه حبسوا، وقفونا من هذا الكلام، وقفونا من هذه الشعبويه. كاين ممثلين سمحي لي يجو يكتب لك اكتور، وين tu as tourné؟ انا درت سبوت بوبليسيتير. نعطيك الفرصه تاعك. كاين ناس، شوفي كاين درك كاين مجموعه من الشباب اللي انا شخصيا اكتشفتهم في مسلسل عايشه تدير، ولاو اكبر فنانين لاني رحت الى اقصى نقطه في الوطن درت الكاستينغ. راح ندير نفس الشيء، جبت الاغلبيه الجزائر، نازله على سيدي بلعباس، رايحه المستغانم، رايحه الوهران، رايحه القسنطينه، باش انا نتقي مع الناس اللي ما جاوش. لكن الى المخرج قال ما يصلحش فبا يغضب. سميرة بالك انت راكي حكيتي على المشاكل، والمشاكل الاغلبيه ولينا نعرفوهم. نعم. شنو هما الحلول اليوم باش نخرجوا السينما ونخرجوا الدراما من هاد الضياع اللي عايشته في الجزائر، خصوصا انه اليوم بالك الحق الوقت باش نقدروا نصدروا السينما ونصدروا ايضا دراما جزائريه لكل الوطن العربي. شوف يعني باش نتكلموا بكل موضوعيه، باش نبقاو يعني نقولوا ان لو طابلو نوار اني با نوار، فيه يعني اشياء ايجابيه. تشوف انت تقارن مثلا الدراما اللي فاتت في رمضان اللي فات بارابور، اولا كاين درك المنافسه، كاين نهضروا يعني ليغالمون ست قنوات سبع قنوات اللي راهي تنافس في بعضها. المنافسه هذه تخلق، لازم نجيب احسن ممثل، نجيب احسن سيناريو. الدراما اللي راح تجي في رمضان هذا تقريب يعني لي ديفيزور، نهضر على اكبر لي ديفيزور، استعانوا بسيناريست. مالوغوزمون لازم نقولوا كلمه، عندنا دي سيناريست الجيريان في الدراما يعني في المسلسلات، وبلا ما نسبي اثبتوا وجودهم، لكن ما كاش بطريقه يعني هذو ما يقدروا يديروا مسلسل واحد اثنين. عندك ست قنوات، كل قناه تقول لك ندير مسلسلين، ما يقدرش. باش يدخلوا المنافسه هذه، رمضان هذا راح تكون منافسه بقوه. صح. ورمضان هذا انا راني شايفه باش تكون نقله، لكن يجب ان نتكلم على اشياء كذلك بطريقه ايجابيه. عندنا مشاكل، المشاكل هذه واش تتطلب؟
تتطلب. انا دائما نقول يا جماعه يلتقيوا المهنيين في يوم دراسي، دراما وحدها والسينما وحده باش ما تخلطش، اللي نطرحوا فيه كل المشاكل ونقترح الحلول. من المفروض صح، باسكو صافي انا نقول لك عندها سنوات لم نلتقي، الناس كلها تتكلم في الفيسبوك ومن بعد وين بها؟ هل الفيسبوك راح يلقى لك الحلول؟ عجبتني هذه تاع فيسبوك. كل الناس لو تقرا الفيسبوك الناس كامل ولا دي سبيسياليست والناس كامل. خليو اهل المهنه، كاين حاجه وسي لازم نقولوها، المهنه هذه انا ولينا كي بيتزيريا دخلاء. السينما فيه الفلوس، نمشي على السينما. الناس من هبة ودبة أني طلعت شركة وأني راح ندير السينما. شكون يغربل؟ شوف نقول لك، في الدول الأخرى نتكلموا على الدول العربية بأننا ناخذها كمثال في الدراما، صحيح أصحاب الأموال يدخلوا، لكن تلقى مدير إنتاج من المهنة، تلقى السيناريست من المهنة، تلقى المخرج من المهنة. إحنا يجي باسكو عنده الفلوس هو المخرج، هو كاتب السيناريو، هو يعمل كلش. يا حرام، يعني ممكن هذا؟ يعني حتى لو تكون تانجيني، انا جو سوي برودكتريس اي جي في فورماسيون دو رياليزاسيون مدريد 3 mois. مي انا درت لا فورماسيون مش نكون رياليزاتريس، درت فورماسيون باش لو رياليزاتور اي مفي با نيمبورت كوا. كي نقول له لونغل هذا فو، اي با ايلي فو، اي بو با مراكونتي ديز هيستوار. جو بو سويفر لو ديبويمون، جو بو سويفر مون برودوي، مي ما نقدرش انا نجي اليوم نقول انا كاتبه، انا منتجه، انا مخرجه، وانا الممثله الرئيسيه. لكن هذا الشيء شفناه انه خصوصا لما كنت هدرتي على انه القنوات تعدت، صح كاين كثير من القنوات، لكن انا نشوفه بغياب الفنان اللي نشات هذه القنوات مؤخرا، شفنا انه الفنانين ظهروا فنانين جدد وغابوا القدم، يعني هناك فجوه بين الفنان القديم والفنان الجديد. علاش هذه الفجوه بين هذه الفنانين؟ هل الان ولاو يحبوا الوجوه الجديده؟ كما قالت ولات نعتمدوا على الشكل ما نعتمدوش على الموهبه، كما شفنا بدون يعني نفتح قوس نعاود نغلقوا، كثير منهم اللي كانوا عارضين ازياء ولا عارضات ازياء اللي ولاو عندهم ادوار صح هل مختلف المجالات جايين، لكن اغلبهم اللي نعرفهم هل بوكا ولاو يهتموا على الشكل اكثر من اللي يهتموا على الموهبه؟ بما انك انت احتكيتي مع اكبر الفنانين صح في الفن الجزائري، وراهي زين بعرس، وراهي جميلة عرس، وراهي ما يشغل هذه الاسامي برك، كاينه مثلا ليندا ياسمين، كاين كذا، كاين بزاف ماهمش يبانوا. لكن نفس السؤال دائما نطرحوه نقولوا علاش، حتى انا نقول لك علاش، خطر ما على باليش علاش. دوك كاين دعايات يخرجوها ثاني، دوك انا نقول لك هنا كاين دعايات تخرج مثلا واحد الوقت انا بذاتي قالوا تخدم غير مع اختها، ما تحوسوش عليها، علاه تخليو الدعايات تمشي عليك؟ حبيتي تخدمي معايا انت مثلا كمنتجه اتصلي بيا، انت اتصلي بيا سقسيني، ما تقوليش الناس ام قالوا حبيت تخدم مع اختها. واخيرا قالوا لي انت يا اسمك، كي قلت لواحد قلت له باش نجي نخدم معاك، قلت له راني هنايا راني حاضره راني شحال ما خدمتش، واش قال لي؟ قال لي انا نخاف نهضر معاك، قالوا لي انتوما تطلبوا بزاف. هذا هو الاشكال اللي عندكم انتوما، تشرطوا يسقسيني واش لينا نشرط ولا ما نشرطش. زينب وهذه هي الكارثه، الا ولا قالوا اللي هو المعيار، ولا كما قالت سميره فيسبوك هو المعيار، هذه كارثه حقيقيه. على كل حال نحكيو على كل هذا المشاكل. انت منتج ولا منتج ولا مخرج، اروح هضر معايا انا شخصيا، انا نجاوبك. كي نعطي لك كيما نقولوا لك كاشي تاعي راهو من 100 المليون وطلع الفوق، تديها مني حقيقه، ما تديهاش من ناس واحد اخرين اي قالت صح للاسف. لا. على كل حال زين باح نحكيو اكثر على كل هذه المشاكل اللي تواجه الفنان الجزائري. بصح نروح نكتشفوا اول فقره لنا اليوم في برنامجنا، برنامج الناس دي زد اللي هو اللايف ستايل مع نسرين.